اي بداية قصة كانت فقط لبسة مع غناي بالراب شوي شوي بهتم بكل عناي عرفت من هالعالم اكمل رابر في منهن اللي بعني في منهن ساعدني للاخر شو زنبي يسمع حدا وقف جنبي شو خصني يسأل استوديو اغلى من وقتي كله بكله بحاول يوقفني اتذكر مني كلمة اني راح اصل للقمة سألت حالي بليلي هل الرابر بصير بالمصاري جواب لقلي من عيلي في الشراف ولا مصاري بدي برس عند عنان عشان افرجي اختصاري عالبيت فنان وفايد بفلو انتحاري فايد عالبيت كسبع على مقابلة الدخلة زقرت زقير راب صارت مثل الساخلة سمعت غنوية والرد فاحلي حلمي اصل لمرحلة يكون فلوي محلي بلشت الرب عالصغر كنقشي بالحجر طولت اصل بس حمد الصبر واليوم سجلت وطير بالعلالة فنان موهوب بس فايد برز حالي